الله يخرب بيتك يا نواد، الله يخرب بيتك، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيمه؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه حرك اسود ومنع. تعال هنا، رايح على فين؟ تعال البتاع. ام البتاع هنروح تعالى. فين على فين؟ تعالى خليك في اوضه النوم. روح فين اوضه النوم؟ ايه ده وقت؟ تعالى تعالى خبيك فيه. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الجوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهديني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا متقلق ان انا قفلته. مش عارف وانا البيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل البطين.